بلا تاريخ، أمة بلا مستقبل، كلمات غالية تعلمناها وترعاها فينا أبونا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، مؤسس دولتنا الحبيبة الإمارات العربية المتحدة. أنا اسمي نورة عادل البنا من الإمارة الجميلة دبي، طالبة في مدرسة الإبداع النموذجية. بداية حبيت أشكر برنامج موهبتي لأن أعطوني فرصة عشان أخبركم عن موهبتي في كتابة القصص وحبي للتطوع وخدمة مجتمعي. وحابة أقولكم بعد أني وايد فخورة بأمي يوم قامت بطباعة قصتي أنامل المبدعة نورة عادل البنا عشان تشجعني وأكون من أوائل الأطفال الإماراتيين اللي تم إصدار قصة لهم في عام القراءة 2016 وعمري 10 سنوات. أول شخص لاحظ موهبتي وقدرتي على كتابة القصص هي أمي وبعد معلماتي في المدرسة، وعرفت أني علشان أكون شاطرة في الكتابة لازم أقرأ، فبدأت في قراءة أكثر وأكثر. أقرأ في مكتبة المدرسة وأزور معارض الكتب مع المدرسة ومع أمي، وأحضر ورشات القراءة لأتعلم منها مهارات الكتابة. بدأت في تأليف يوم كان عمري 5 سنوات بكتابة كلمات وجمل، حتى تطورت وبرعت في كتابة القصص الصغيرة، وبتشجيع وتحفيز أمي زرعت حب القراءة في قلبي حتى صرت أكتب القصص بكل سهولة الحمد لله. اكتشفت موهبتها وهي عمرها 5 سنوات، وحبيت أشارك في مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يطول بعمره في عام القراءة، وكأسرة إماراتية وكأم إماراتية فعلا قمنا بطباعة لها قصة عبارة عن مجموعة قصص، والحمد لله هذا الشيء يشجعها على أن تكون بداية كاتبة إماراتية، وإن شاء الله بإذن الله بتكون إنسانة ناجحة وكاتبة ومتميزة، وبشارك في كل مبادرات قادتنا. مدرستي الإبداع النموذجية كان لها دور كبير ومهم في حياتي من خلال دعم مديرتي ومعلماتي وتشجيعي على كتابة القصص القصيرة باللغة العربية والإنجليزية. وطبعا وجود المكتبة المدرسية الغنية بالكتب اللي أحبها وأحب أقرأ فيها كأنها بيتي اللي أرتاح فيه وأستلهم من الإبداع والابتكار وبعض الأفكار اللي أعمل على كتابتها واستفاد منها في المستقبل. مدرسة الإبداع النموذجية تهتم بالطالبات الموهوبات وبترعى الموهبة وبتختار موهبة الطالبة من خلال تطبيق اختبارات على الطالبات، وبترعى موهبتهم من خلال دورات، من خلال حضور مؤتمرات داخل الدولة وخارج الدولة، من خلال رحلات، ومن خلال أنشطة كثيرة تهتم فيها. ونورة البنا من الطالبات الموهوبات بمدرستنا، وأنا درست نورة من الصف الأول ولاحظت عندها الموهبة والذكاء، وسافرت معي عدة مرات لبريطانيا تقريبا 3 أو 4 مرات، وفعلا لاحظت هذه الموهبة عندها. طالبة ذكية تتحمل مسؤولية تعلمها، لطيفة محبوبة من الجميع، عندها مخيلة واسعة، يعني لاحظت أنها كانت تهتم بالطالبات ولما تكون سهرانة معهم تروي قصص من مخيلتها جميلة. أتمنى لنورة مستقبل باهر، وأتمنى أني شوف نورة إن شاء الله بالمستقبل من الكاتبات والمؤلفات وتكون من المشاهير في العالم، لأني فعلا طالبة ذكية تستاهل وتستحق أن تكون في الصفوف الأولى إن شاء الله. استفدت من موهبة
موهبتي وحبي للقراءة، وهالشي خلاني الحمد لله مجتهدة بدراستي ومتميزة. وبعد إصدار قصتي صار الكل يعرفني ويشجعني لأن انتشر في مجلات عني وعن موهبتي، وهذا خلاني أحبها أكثر واستمر وأحرص على ممارساتها في المستقبل بإذن الله. صديقتي مبدعة ولديها مواهب متعددة وأهمها كتابة القصص، وأنا أشجعها لتستمر في كتابة القصص، وأريد أن أقول لها نورة أمضي بثبات نحو الإبداع يا صديقتي. نورة صديقة عزيزة علي، روحها رياضية ومرحة وتحب تأليف القصص، وتمنى لها أن تكون من أوائل الأطفال الإماراتيين الذين يألفون القصص، وتمنى أن تكون هي الكاتبة المشهورة لدولتنا الإمارات العربية المتحدة. أنا كنت أشجع نورة عادل أنها تكتب قصص طويلة وقصيرة، فهي ألفت قصة اسمها أنام المبدعة نور عادل البنا، أتمنى أنها تتوفق في حياتها. الحمد لله أنا وأسرتي فزنا في جائزة العمل التطوعي هذا العام يوم شاركنا بمبادرة على مستوى الدولة بعنوان ارسم بسمة، وهي عبارة عن توزيع أدوات مكتبية على الأسر ذي الدخل المحدود. أفضل أسرة صانعة للفرص التطوعية، المركز الأول أسرة عادل عبد الرحمن البنا عن مشروع رسم بسمة، وذلك عن توفير أدوات مكتبية على الطلاب المحتاجين من خلال 256 متطوع. أدام الله التلاحم بين الأسر وجعلها منبعاً للخير ورفعة للمجتمع بإذن الله. حبي للتطوع وعمل الخير زرعته فيني أمي، فكنت أحرص على مشاركتها في توزيع الهدايا المدرسية على طلاب المدارس، وأجهز الحقائب للطلاب وأسافر معها إلى كل إمارة في إمارتنا الحبيبة. واهتمت أمي بإعداد وتخصيص مكان في البيت للهدايا، وكنت أحياناً أجلس بجوارها وأفكر نحن ليش نقوم بهذا العمل؟ وجتني الإجابة يوم عرفت أن هذا العمل يسعد الأطفال وزميلات ويخليهم فرحانين، وأن العمل الخيري والتطوعي لا يقابله أي عمل غير. الأسرة لها دور كبير في تنمية قدراتي الإبداعية على الكتابة، وأمي وأبوي الله يحفظهم شجعوني وايد، فأبوي يحرص على متابعتي في دراستي والاطمئنان علي طول فترة الدراسة، ويسألني عن الأشياء اللي أسويها وأتعلمها في المدرسة. أتمنى لها إن شاء الله التوفيق في قصصها أو مبادراتها اللي تقوم فيها، وكانت في البداية أنا أحس أن فيها كانت اللي هي أنها تحب أنها تكتب مثل هالكتب، عندها نوت صغير أن هي تدوم على طول تكتب الأشياء اللي هي مثل مذكراتها، وما شاء الله عليها حسينا فيها أنها تبغي تكتب شيء معين، فقلنا لها اكتبي الأشياء اللي أنت تبغينها، فبدت ما شاء الله عليها أنها تكتب، والحمد لله أنا بدينا نحن بعد نتعاون معاها، أن تحس أن في حد يتعاون معاها على أساس أنها تكتب الأشياء المفيدة للبلاد إن شاء الله. ونتمنى لها إن شاء الله نورة التوفيق في مبادراتها أو في الكتب اللي هي بتصدرها إن شاء الله مستقبلا. إنسانة مبدعة وخلوقة ونشيطة وتحب الخير حق كل الناس، ودوم تسعى نحو القمة. أنا وايد أحبها وأتمنى لها النجاح والتوفيق.
وتحفيز والدتي خلاني أحب القراءة وايد، لأن صرت أكتب القصص بكل سهولة، وهذا جعلني متميزة في دراستي لأنها تشجعني على فهم دروسي واستيعاب الموضوعات أكثر وتنمي قدراتي اللغوية على التعبير. أنا فخورة في نورة إنها شاركتني في هذه المبادرة التطوعية، وفخورة فيها إنها بعد شاركت في مبادرة بإصدار لها قصة جميلة في عام القراءة، وأتمنى منها أنها تشارك في جميع المبادرات اللي يطلقها والدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. إن شاء الله تكون كاتبة ومتطوعة وتكون لها مبادرات أجمل وأجمل. أتمنى لها نجاح والتوفيق. وطبعاً كتابة القصص بالنسبة لي أحب أبدع فيها في وقت فراغي حتى ما تأخرني عن دراستي، لأن الدراسة هي رسالتي الأولى في الحياة حتى أنتهي من دراستي الجامعية بإذن الله. وأكثر شيء فرحني اعتماد أمي علي في وضع النهايات لكتاباتها القصصية، وهالشيء أنار طريقي نحو الكتابة. وطبعاً قدوتي الأولى هي أمي الكاتبة بثينة أحمد شريف. على الرغم من طموحي الحالي ما لها حدود، واجتهد حتى أوصل إليه إن شاء الله، وهو القيام بواجباتي المدرسية وأتفوق في دراستي، إلا أني أتمنى أكون كاتبة على مستوى العالم مهما كان تخصصي اللي الله كاتبه لي. أحب القراءة والكتابة، بالنسبة لي مثل احتياج الجسم للماء.